اهلا بحضراتكم من جديد، وفي البدايه برحب بكابتن محمود عزت المدير الفني للريشه الطائره ومدير الفني لمنتخبات مصر ريشه الطائره. اهلا بيك يا كابتن محمود. اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا في قناه النادي الاهلي. اهلا وسهلا، شكرا. بنرحب بالكابتن احمد صلاح ضيفنا للمره الثانيه، كابتن منتخب الريشه الطائره. اهلا بيك يا كابتن احمد. اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا ومنور قناه الاهلي. يا ربنا يخليك، دايما متشرفين كده من حضرتك، يعني بعد بطوله افريقيا دايما لينا معاد على طول. طبعا، والذهب معانا هو اللي وريه لحضراتكم، الميداليه الذهبيه كله معانا هنا في الاستوديو. كابتن محمود، اجي مع حضرتك، يعني في جهد بيبذل في الريشه الطائره وفي تخطيط بيبذل في هذا المجال او هذه اللعبه. خلينا ناخد يعني خط ونبتدي من بعده. باريس 2020، طوكيو 2020 اللي اتلعبت 2021 خلصناها. عايز اتكلم بقى من هذا التاريخ الى الان، ايه اللي حصل واشتركنا في ايه وكان التخطيط ازاي وقعدت وقلت ايه مع الاتحاد؟ احنا حطينا برنامج مع الاتحاد المصري لشطة الطائرة، وكان استاذ محمد كمال في الفتره دي هو اللي ماسك الاتحاد، نائب رئيس الاتحاد حاليا مع دكتور علي حسب الله، وحطينا بلان كبيره ان احنا لازم نرفع من الرانك الدولي بتاع اللعيبه بتاعتنا. وكانوا هما في الفتره دي كان اللاعب ادم حاتم وضحى هاني ونور احمد يسري، وكان معانا كابتن احمد صلاح في المرحله دي. وابتدينا عملنا لهم تجارب، والحمد لله قدرنا ان احنا نرتقي بالرانك الدولي بتاعهم، وصلنا ان احنا دخلنا جوه الخمسين بالنسبه للميكس دبلز ادهم وضحى، ووصلنا اول افريقيا ادهم، ووصلنا اول افريقيا ضحى، ووصلنا تاني افريقيا نور. وبعد كده طيب احنا كنا قبل كده فين؟ عشان برضو انا دايما احب اعمل كومباريزون ما بين احنا دلوقتي وصلنا اهو ما شاء الله، وخدنا حتى وحضرتك موجود خدنا اول بحر المتوسط، اول ميداليه، اول ميداليه في بحر المتوسط اللعبه دي بحر المتوسط في الجزائر، واللي جابتها ضحى، صح؟ ضحى. انا مذاكر كويس، بس المهم إيه كنا فين وبقينا فين عشان الساده المشاهدين يبقوا حاسين بالجهد اللي اتبذل. قبل انجازاتنا دي كنا فين؟ كنا كام افريقيا مثلا؟ يعني احنا كنا، يعني احنا 2017 احنا خدنا البطوله دي في جنوب افريقيا. ممتاز سليم. بعديها احنا يعني بعدنا شويه عن المستوى الافريقي، وبعد كده رجعنا تاني في 21 بعد ما حطينا البلان وخدنا تاني بطوله افريقيا سنه 21. ممتاز سليم. يعني بعدنا 17 كنا فوق، و2020 خدنا بطوله، عندنا حاجه اسمها تيم ايفنت ابر وتوماس كاب، البنات لوحدها والولاد لوحدها. خدنا في 2020 اللي هي اتلعبت يوم 2020 قبل الكورونا على طول، خدنا اول بنات وتاهلنا لكاس العالم. ممتاز. بالنسبه لافريقيا، وكانت المجموعه كانت بتضم هادي حسني طبعا ابل موجوده حاليا، وكانت ضحى وكانت نور وكانت معاهم رحمه العدوي. دي المجموعه اللي كسبت في 2020 وطلعت كاس عالم. وطلعت كاس عالم. ممتاز. جينا بعديها عملنا احلال وتجديد لمنتخب البنات، لان كانت هادي اعتزلت بعد طوكيو 2021 وهي لعبت اخر بطوله ليها في طوكيو. نعم. بعديها اعتزلت وابتدينا نعمل منتخب جديد للبنات. وقدرنا في 2022 ان احنا ناخد نفس البطوله بجيل جديد. تمام. في 2022 في اوغندا السنه اللي فاتت، فبراير السنه اللي فاتت خدنا الكيرف طالع تاني البنات. اول خدنا تاني اول، وخدنا وسيطرنا في البطوله دي على معظم الميداليات، خدنا في البنات اول وخدنا في الرجال تاني، وخدنا في الفرديات اول تاني تالت فردي بنات، وبعد كده خدنا تالت فردي رجاله، وخدنا تاني زوجي رجاله كان موجود فيه احمد صلاح، وكان موجود في البطوله اللي قبليها في النسخه اللي قبليها في 2021 كان ادهم اول واحمد صلاح كان تاني. طب خلينا نقف عند 2022 عشان يعني ناخد الخطوه العاديه، بس اجي لك يا كابتن احمد. انت الله اكبر شاركت في كل الايفنتات اللي فاتت دي كلها، الحمد لله. شايف الدنيا ايه؟ انت برضو انا باخد رايك كلاعب، يعني انت طبعا كابتن الفريق وليك جزء اداري كمان مع الـ مع, الـ مع اكيد مع المدير الفني، ولكن انا بكلمك من رؤيه لاعب. شايف ان احنا الدنيا ماشيه للاحسن؟ شايف ان احنا نقدر نروح لنقطه ابعد بالشغل ده؟ هو زي ما حضرتك بتقول، يعني لو حطينا اللاين زي ما حضرتك بتقول من طوكيو 21، لا في بروجريس بيحصل، بالذات بيبان في اللعيبه الجديده اللي بتخش المنتخب. يعني في 2021 احنا كان معانا ناشئه، كانت معايا انا مع حضرتك هي جنى هشام، كانت يعني اصغر لعيبه في البطوله وواخده اول افريقيا ما شاء الله. فانا فاكر دلوقتي في الولاد في عندنا محمود منتصر وكريم عزت، كان من اصغر اللاعبين في البطوله شباب، كام سنه؟ 19 و20
الله اكبر، يعني في جيل جديد اهو بالظبط معايا انا وادهم موجودين واخدين بطوله افريقيا، فلما يتحط له في السي في ان هو بطل افريقيا في الوقت ده 19 سنه، ففي بروجريس بيحصل على اللعيبه الناشئين اللي طالعه. الحاجه الثانيه لما نوصل للرانك بتاعنا ان احنا الحمد لله الميكس دبل بتاعنا محافظين عليه ان هو ال 50 على العالم، دي حاجه كويسه. الفرد البنات ضحى الاول على افريقيا احنا محافظين عليه. طب ضحى الرانك العالمي اخبارها ايه مثلا؟ ال 105 او 103. طب يعني لا بيزيد بيزيد، هو ده اللي انا عايزه. احنا بناخد خطوه، الخطوه اللي جايه ان هي تكسر ال 100 وتخش جوه التوب 100. توب 100 نور ماشيه بخطى ما شاء الله عليها. نور يسري، نور يسري ناشئه يعني جميله. انا اتوقع ان نور يسري ما شاء الله لا يعني هتوصل ابعد من كده. نور 2003 19 20 سنه بالظبط، بتتكلم في اعمار سنيه صغيره. ما ده اللي احنا بنتكلم عليه، البروجرس اللي حضرتك بتقول عليه من بعد 21. عندنا منتخب موجود الخبره مع الشباب مع الناشئين، سواء انا الموكل بيتقال عليا بقى الخبره يعني بالظبط، مع ادهم مازال محتفظ على مستواه في التوب فورم بتاعته دلوقتي ما شاء الله. عندنا مع الناشئين بتوعنا سواء محمود او كريم اللي هو احنا بنعدهم اللي هو خلاص ما فيش ناشئين بقى، انت بتكبر انت دلوقتي انت بطل افريقيا خلاص، ما يعني ما فيش بقى ان احنا لسه واخد بقى خبره عشان محتاج اربع خمس بطولات عشان اخد لا خلاص انت دلوقتي انت راجل بطل افريقيا. نعم اتاهلنا من البطوله اللي فاتت، ربنا كرمنا بعد ما خدنا اول بصعوبه بالغه عن البطوله اللي فاتت، الموضوع مختلف تماما، كانت اصعب أصعب. وحافظنا على اصعب بمراحل يعني كتير كتير 15 دوله موجودة. دي الميداليه الذهب دي يعني انا مش عايز اقول لحضرتك ان دي صعبه جدا يا جماعه، انا بس عايز دي ذهب بطوله افريقيا اللي كانت، انا معلش هفضل ماسكها شويه كده لغايه ما تظبطوها، دي اللي خدناها في جنوب افريقيا مظبوط بالظبط. دي بس ميداليه شياكه قوي بصراحه، وده هنا انا كنت احب الميداليات قوي، انا يعني حتى وانا صغير كنت اخد الميداليات كنت اقعد ابص في الميداليه كده بحس انها هي دي اللي بتدي الفخامه النتيجه هي دي النتيجه بتدي فخامه للبطوله. يعني بصوا يا جماعه دي الذهب منتخب الريشه الطائره بطوله افريقيا اللي فاتت اتعملت في جنوب افريقيا، دي الميداليه بتاعتها. ايوه شكرا، نجيبها كده شويه ايوه، ونشوف الناحيه الثانيه عليها قاره افريقيا، حاجه شياكه يعني مجهود يعني كابتن احمد يعني الميداليه شياك. عايز اقول لحضرتك ان دي بالنسبه لي انا كشخص يمكن من اعظم البطولات اللي انا جبتها. دي من اعظم طبعا مع الفريق يعني فعلا لصعوبة مستوى البطولة صعب، المستوى كان عالي جدا وكل المنتخبات كانت عاملة معسكرات في ماليزيا ومعسكرين في بلادهم وجايبين خبرة كمان من بره، يعني مثلا منتخب موريشيوس كان جايب خبير من بره من ماليزيا بيمرنهم، وفي منتخب اوغندا كان معسكر، منتخب الجزائر اسمع كله قاعد فرنسي، ومنتخب منتخب الجزائر كله فرنساوي من بره، دي حقيقة. ومنتخب الجنوب معسكرين معسكر دايم ولعبوا ثلاث بطولات دوليه قبل البطوله دي كانت صعبه، كانت صعبه جدا يعني كانت صعبه جدا. عايز اقول لك ان انت يا كابتن حتى يعني خليتنا يعني انا نفسي كنت متخيل انها بطوله سهله معلش، بس كلامكم دلوقتي لا انتوا خدتوها من بق الاسد، دي حقيقه. احنا يعني ان احنا نكسب الجنوب في الجنوب ده كان ماتش صعب جدا، بس خلص 3-2 تقريبا، خلص 3-1 واحنا كنا مقدرين الحمد لله، يعني كان في توفيق طبعا عند ربنا سبحانه وتعالى، بس الحمد لله احنا كنا قاريين اللعيبه بتاعتهم كويس وعارفين احنا نقدر نكسبهم فين. لعيبه جداد ولا قدام؟ اللعيبه بتوعهم هم بيجهزوا الفرقه دي من 2017. يعني اعمارهم زينا ولا اعمارهم لا اكبر مننا شويه، بس هم يعني بقى لهم حوالي 5 سنين بيجهزوا الفرقه دي، وهم وصلوا التوب فورم بتاعهم في السنه دي. الماتش كان جامد يعني الماتش كان يعني برضو جداً. انا خدت راي حضرتك كجهاز فني كلاعيبه الماتش كان صعب بتاع جنوب افريقيا. احنا كسبنا جنوب افريقيا في جنوب افريقيا في 2017 لما خدنا البطوله حلو، بس بعد كده حصل لنا دروب. لحسن حظنا ان احنا لعبنا في نفس الصاله اللي احنا خدنا فيها بطوله، خدنا فيها البطوله نفسها. كان حلو طيب بالظبط، كان حلو طبعا بالنسبه لنا. يمكن دي اول جمله انا قلتها للمنتخب في اول تمرين لينا في الصاله، قلت لهم انا لما دخلت الصاله دي في جوهانسبرج ولا كنت في جوهانسبرج 2017 كسبنا جنوب افريقيا في نفس الصاله دي وخدنا منها البطوله. كان في لعيبه من اللي بيلعبوا لعبتهم امبارح كانوا موجودين في 2017؟ كان في اللي هم الناشئين اللي هو كانوا بيتعدوا زي اللي صغيرين اللي هم بقى التوب فورم دلوقتي اللي هم في التوب فورم بتاعهم دلوقتي. احنا بنحاول نمشي في نفس البروجريس ان احنا يبقى عندنا الناشئين يتحط لهم الخطه بتاعتهم اللي هم الخمس سنين. دي صور من البطوله صح يا كابتن؟ ده التتويج بتاع التتويج السلام الوطني المصري لما اتعزف. احنا على شمالنا الجزائر اللي هو في المركز الثالث، المركز الثالث على يمنا جنوب افريقيا. لا موريشيوس، لا موريشيوس هي موريشيوس مركز ثاني، موريشيوس هي اللي خرجت الجزائر. موريشيوس هي اللي خرجت الجزائر، خرجت الجزائر. وجنوب افريقيا خدت كام؟ خدت الثالث، هم هتلاقيهم جنب موريشيوس
هما الاثنين لابسين اخضر. هما الاثنين لابسين اخضر فعلا. حاجه عظمه بامانه يعني، ربنا يبارك لكم يعني. يعني السلام الوطني يعزف في بطوله زي دي، والحقيقه يعني كانت غايبه من 2017. لا ربنا يوفقكم. طيب جت 2021 هي دي اللي بعد جانا على طول. ده احنا خدناها 21 وخدناها 22 خدناها. بس 21 كانت سهله. 21 كانت سهله، كنا طالعين من كورونا وكان فيه لعيبه كتير ما بتتمرنش. كان فيه لعيبه كتير النهارده، دول جايين لك من ماليزيا وجايين لك من معسكرات من فرنسا وجايين لك من كل حته. لا هو ما كانش حد مصدق ان احنا هناخد البطوله. يعني من دور الثمانيه بعد دور المجموعات قابلنا اوغندا، اللي هي كانت عامله لنا مشكله في البطوله اللي قبليها، وكانت يعني كانت طب ليه اوغندا عندهم لعبتها فين؟ اوغندا احنا كنا كسبانين البطوله قبليها 3-2. ده ماتش الفاينل. بس ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده كريم ومحمود، دول الناشئين، دول الشباب بتوعنا. بص 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 الحماسه. يا خبر ابيض يا خبر ابيض يا جماعه. لا ادينا الفيديو ده يا جماعه، ده الواحد جسمه اشعر والله العظيم. ده ماتش عارف عارف اللحظه دي. بص 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 هيعمل ايه في الاعلان. بص بص مش مصدق الضغط العصبي وبتاع. يا خبر ابيض، لحظه جامده. وانت ده يدل ان انتوا كانت بطوله صعبه. يعني بقول لحضرتك ده ماتش مين اللي كان في الملعب؟ كنت انا وادهم. انا هو ادهم. انت وادهم والصغيرين اللي واقفين بره. كريم ومحمود. كريم ومحمود والروح. بص 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 يا خبر ابيض. الماتش ده كان فيصل. بص بيخبط ازاي. الماتش ده الفيصل اللي رجعنا ان احنا زوج البنات ينزل يخلص الماتش. احنا لو كنا خسرنا الماتش ده كنا خسرنا البطوله. البطوله كلها. ده ماتش الفاينل. كان ضد مين؟ موريشيوس. موريشيوس في توتال الماتش كانوا كسبانيننا 2-1. كان 2-1 في الماتش ده. ده الماتش الفيصل لو هم كسبوا كانوا 3-1 خلاص البطوله راحت. انت وصلت الماتش خامس. بس وصلنا الماتش الخامس. احنا كنا خسرين الماتش الاولاني والثاني. خسرنا خسرنا زوجي الميكس زوج المختلط. زوج المختلط. وخسرنا فرد الرجال. فرد الرجال دخلنا. ايوه تمام. ده في اول ماتشين يعني 2-0 عملنا ريمونتادا. بالظبط رجعتنا بقى. عشان كده بقول لحضرتك نور ما شاء الله عليها. نور رجعتنا تاني وكسبت بطلة افريقيا. فردي بنات فردي كسب. رجعتنا نور رجعتنا وكسبت كيت كانت بطلة افريقيا. بعد كده ادهم واحمد الماتش ده. وبعد كده ادهم واحمد. وبعد كده هم وقعوا بقى خلاص. يعني الماتش التالت كان بالنسبه لنا الماتش التالت. لا بس كان ضحى ونور. كان ضحى ونور. هم اتكسروا. كان زوجي زيدان. يعني هم اتكسروا بعد الماتش التاني. اتكسر بعد الماتش ده اللي هو كان خلاص هو خير. كسب. دي بتحصل ليه؟ انت بتاخد واحده في الثانيه نفسيا بينهار. هما فعلا نهاروا. والماتش التالت كان بالنسبه لضحى ونور كان سهل يعني خدناه بسهوله. يعني الفيديوهات دي ورت قد ايه. مش عايز اقول لحضرتك يعني لو في الفيديو ده اتعاد تاني لو في كلوز على الملعب. يعني انا وادهم. ادهم كان من الشده اول ما النقطه خلصت هو نازل يسجد في الارض. جاله كرامب في رجليه الاثنين. نام على الارض. فارد رجله. دي تاني يا جماعه. يعني هو قاعدين لك اهو. يعني بص حضرتك هو نازل يسجد فرد على الارض. فارد رجله. جاله كرامب في رجليه الاثنين. كرامب في رجليه الاثنين. لا بصوا تاني يا جماعه دول كده. هو نزل يسجد فجاله كرامب في الخلفيتين. ففرد رجله وهو ساكت مش عايز يقوم السجود. مش قادر. لا هو مش عايز يرفع راسه. فيعمل ايه؟ بصوا يا جماعه تاني هيدوهالنا تاني. بص بص راح فارد رجله. طب هو قال لك انا جالي شده كده ولا ايه؟ بيقول لي انا يعني نازل اسجد. نزل رجله على رجليه الاثنين جاله كرامب. جاله كرامب في رجليه. رجله جامد. يا عيني المجهود. بذل مجهود جامد يعني. الماتش ده كان يمكن من اطول ماتشات في البطوله. قعد حوالي 53 دقيقه. 53 دقيقه في العاب المضرب كتير. كسبوا الشوط الاول واحنا كنا هنكسب الشوط الثاني. كنا كسبانين 20 خسرتوا الثاني 16. لا كنا كسبانين 20 16. ايوه اتعادلوا معانا 20-20. ناقص لهم نقطتين ويكسبوا البطوله. احنا خدنا النقطتين ونزلنا الشوط الثالث نفس الكلام. كنا هنخسر. اتعاد. حصل يعني مش ريمونتادا بقى. هو من عند توفيق ربنا مش طبيعي. مش ريمونتادا يعني. توفيق ربنا مش طبيعي. ريمونتادا سوبر ريمونتادا مثلا نقول كده. كسبنا الماتش ده فرق 3 نقط. نزل بقى البنات خلصوا الماتش. كان ايزي لان هم كانوا في صدمه. هم كانوا في صدمه مش طبيعيه. مدربهم ايه بقى؟ جنسيته ايه؟ ماليزي. هم مش هتلاقي يعني اللعبه هي اساسها جنوب شرق اسيا. جنوب شرق اسيا. جنوب شرق اسيا. هم كانوا مستحضرين لها جامد جدا. بس بعون اللي احنا مصريين 100% بجهاز فني مصري. وبص الحمد لله يعني. الحمد لله يعني. قصدي اقول ان احنا عندنا بس يا كابتن برضو انا عايز اجي لحضرتك. احنا عايزين. وكان الكلام ده برضو لما كنت معايا كابتن احمد واتكلمنا فيه. عايزين يعني نعمل بروجريس كمان في الرانك العالمي. يتعمل ازاي؟ ايه الطريق لكده؟ اما هو الطريق بتاعنا احنا قلنا ان احنا لازم بنعمل يعني احتكاكات دايما في معسكرات خارجيه بشكل دوري ولعب بطولات من خلال يعني من خلال المعسكرات الداخليه والخارجيه. يعني نعمل معسكرات داخليه ومعسكرات خارجيه وبنطلع بطولات دوليه. يعني محتاجين مشاركه في بطولات ناخد نقاط اكتر.
طبعا على المستوى الفردي، على مستوى الفردي وعلى مستوى الزوجي طب ده السبب اللي خليته اتنين لعيبه ادهم ونور باين صح يطلعوا من جنوب افريقيا يروحوا ادهم وضحى ادهم وضحى راحوا الثلاثه راحوا بطوله ثانيه فين؟ في اوغندا. اوغندا تمام. راحوا لعبوا بطوله في اوغندا، ده السبب اللي انتوا بعتوها ليه عشان يجمعوا نقط؟ بعدنا عشان يجمعوا نقط علشان التاهيل 2024. وهو الموضوع اصل انت المنتخب كام يا كابتن احمد؟ انتوا كام واحد؟ احنا رجال وسيدات وكله الهيصه دي كلها كام؟ يعني 12 بس الاساسي 4 و4 اللي هو 8 8 يعني قصدي اقول ما يجوش فرقه يعني قصدي اقول البادجت ما تبقاش كبيره يعني انت لو هتروح تلعب بطوله مثلا رجاله وسيدات 8 بجهاز فني نقول 4 زيهم يا كابتن جهاز فني بدكتور بقى وبعثه كامله يعني 12 احنا بنتكلم في يعني عدد قليل يعني البادجت ما تبقاش محتاجه تبقى كبيره. طيب محتاج عشان تعلي الرانك تاخد بطولات، انت اول كل سنه بتجيب الاجنده بتاعت ماتشات الاتحاد الدولي كلها يا كابتن؟ اه طبعا بنعمل برنامج منها وبنشوف ايه اللي يناسبنا، اصل مش كل بطوله لعيبتك تقدر تخشها صح. ان كل بطوله ليها الرانك بتاعها المعين، يعني احنا عندنا بطولات فيوتشر دي ممكن اي حد يخشها، في بعد كده انترناشونال سيريس اعلى شويه، بعد كده بطولات تشالنج، وبعد كده عندنا سوبر 100، وبعدين سوبر 300، بعد كده عندنا سوبر 1000. ست ليفلات. ست ليفلات. كل بطوله من دول كل بطوله بتاعت. انت يعني بتشوف الكاتيجوري بتاع اللعيبه بتاعتك وبتبتدي تخشها، وبعد كده بتلم نقط عشان تخش الكاتيجوري الاعلى منها، وهكذا وهكذا وهكذا. طب انت يا كابتن قعدت حطيت خطه فنيه كده عرضتها على الاتحاد، احنا مش احنا هنا مش عشان نقول يعني احنا هنا بنساعد، عشان بس ساعات بيبقى في حرج من الكلام. حضرتك حطيت خطه فنيه، انا كابتن احمد اهو انا عايزه يبقى خلال من هنا لثلاث سنين جايين في الرانك الفلاني، فدي خطته وده خطته وده خطته وده خطته. عرضت الكلام ده على الاتحاد؟ احنا فعلا احنا اوريدي بيطلب مننا الخطه بتاعتنا السنويه طبعا. اللي احنا شغالين عليها حلو، وخطه 2024 يعني احنا عندنا خطتين. قعدت مع دكتور علي حسب الله رئيس الاتحاد المصري لشطة الطائرة، ونائب رئيس الاتحاد الاستاذ محمد كمال، واعضاء مجلس اداره والناس المسؤوله عن المنتخب، وقعدنا وعرضنا الخطتين. عندنا اتجاهين، عندنا زي ما قال احمد من شويه في عندنا خطه للشباب الصغير ان احنا بنعدهم ان هم يبقوا نعتمد عليهم في المرحله اللي جايه. ده لونج تيرم بلان، ده لونج تيرم. هنقول بقى خطه طويله الاجل. وفي عندنا شورت بلان اللي هي اللي احنا عندنا الهدف بتاعنا الاساسي 2024 بتاعت باريس. شغالين احنا على ثلاث لعيبه وحاطين لهم البلان بتاعتهم وحاطين لهم برنامج الماتشات بتاعتهم، بحيث ان احنا عارفين ازاي هناخد النقط بتاعتهم علشان نوصل. يعني مثلا احنا عندنا الميكس دبلز لازم يبقى جوه ال 50 عشان يتأهل. عشان يتأهل. انتوا السنه اللي فاتت تأهلتوا ودخلتوا يعني بصعوبه. بصعوبه دخلنا بصعوبه. يعني انا فاكر اولمبياد طوكيو احنا دخلنا 50 او 49 48 49 49 انا فاكر، لان كان في دولتين اعتذروا. بالظبط. انا فاكر قصه زي كده. فده اللي دخلنا، ودخلنا في دخلنا فردي سيدات كان الضحى، ودخلنا زوجي سيدات ضحى وهادي حسني، ودخلنا ميكس دبلز كان ادهم وضحى. ده احنا مثلنا في البلان حطيتها بامانه تمام، بس هو الاتحاد ما نفسه يحقق لك كل اللي انت عايزه. ما هو المستشار محمد كمال او كابتن علي حسب الله لا، وعايزين يعني عايزين يدوا لك كل اللي انت عايزه. هل اللي حضرتك حطيته اتوافق عليه ولا كان عندك مشكله في التمويل؟ احنا الخطه دي كلها احنا رحنا عرضناها في الوزاره، وقعدنا مع اللجنه الفنيه الموجوده في الوزاره. ممتاز. واتعرضت عليهم، وبعد كده بيجي لنا الدعم جزئي بعد كده من الوزاره. بيجي على شكل دفعات. يعني بيجي على شكل دفعات. تمام. سليم، وبننفذ البرنامج بتاعنا طبقا للخطه اللي احنا وضعناها. هل فصلوك يا كباتن؟ يعني بص خلينا نتكلم والله مش قصدنا. لا ما بيحصلش فصال ولا حاجه. يعني هل بيقول لك لا طب دي مش عارف ولا الوزاره؟ لا احنا دلوقتي بنشوف المنتخب بتاعنا مثلا احنا محتاجين البطوله دي ولا لا؟ النقط بتاعتها هتعوض. احنا لازم اللعيب بتاعنا بيبقى عنده 10 بطولات بتحسبوا له. لازم. سليم، مش كل بطولات بيلعبها، لو لعب 20 بطوله هم هتحسب له 10. فانا بنشن على 10. سليم، فلا مش موضوع 10، احنا بنلعب ممكن اكتر. اكتر. عشان نحسن. ما ممكن العب 10. ينور عليك، العب 15 عشان اخد منهم احسن 10. احسن 10. تمام. فاحنا لو عندنا بطولات وقعت مننا، يعني ما حققناش فيها التارجت اللي احنا عايزينه، فبنحط بطولات بديله علشان نعوض البطولات دي.
يعني قصدي اقول لك ان انت بتلاقي الدعم. بنلاقي الدعم. بتلاقي الدعم. بنلاقي بس الدعم. هو ده سؤالي من غير لف ولا دوران. لا 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 الحقيقه احنا بنلاقي الدعم اللي انت طالبه وبنلاقي السبورت من الاتحاد ومن الوزاره، وبصراحه ما فيش تاثير. يعني اي حاجه احنا طلبناها في الفتره اللي فاتت للمجموعه 2024 شغالين يا كابتن. بص ما بيفرض كلمته على اي حد، واللعيبه اللي بتجتهد لقيناها يعني ما بيفرض كلمته على اي حد. اعتقد اللي جنب حضرتك دي هي اللي بتتكلم. بالظبط الله ينور عليك. طيب انا عايز بقى اجي لك يا كابتن، انت كلاعب بقى ومريت عصور، مريت على عصور، انت كابتن فريق وكابتن منتخب مصر بسنين، برضه بدون تزويق للسؤال، انت شايف ان احنا، انا يهمني كواحد يعني اعلام وميديا ان انا اطمن على منتخب ان احنا بناخد خطوات لقدام، شايف ان الاهتمام والرعايه والدنيا دي ماشيه للاحسن حتى لو بطيئه، بس شايفها ماشيه للاحسن؟ هي ماشيه للاحسن. بدليل زي ما حضرتك سالت كابتن محمود ان الخطه يعني زي يعني جمله حضرتك قلتها ما فيهاش فصول، ما فيهاش فصول، هي دي اللي هتوصلني. انا بقعد مع اللجنه الاولمبيه اعتمدت، بروح للوزاره اقعد يا باشا اللي انت عايزه ده، اصل انتوا البادجت بتاعكم هيبقى ايه؟ يعني كل القصه دي انا بتكلم في 5 6 مليون جنيه مثلا مثلا، فانا ما بتكلمش في رقم كبير. هي بس يعني دلوقتي الارقام زادت شويه، الارقام زادت شويه بعد الزيادات اللي حصلت. الزيادات هيحصل بالظبط، لان تذاكر الطيران غليت والاقامات غليت بس ولا حاجه، ما بيحصلش في بس انا هرجع بقى، انا عايز بقى اتكلم مع كابتن احمد، بس هطلع لفاصل. هنتكلم عن البطولات، هناخد سنه فاتت كده، وانت على مستوى الشخصي شاركت في كام بطوله؟ بس بعد الفاصل اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل نرجع نكمل كلامنا على ريشه الطائره واستعداداتهم لباريس 2024، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وفي البدايه برحب بكابتن محمود عزت المدير الفني للريشه الطائره ومدير الفني لمنتخبات مصر ريشه الطائره. اهلا بيك يا كابتن محمود. اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا في قناه النادي الاهلي. اهلا وسهلا، شكرا. بنرحب بالكابتن احمد صلاح ضيفنا للمره الثانيه، كابتن منتخب الريشه الطائره. اهلا بيك يا كابتن احمد. اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا ومنور قناه الاهلي. يا ربنا يخليك، دايما متشرفين كده من حضرتك، يعني بعد بطوله افريقيا دايما لينا ميعاد على طول. طبعا والذهب معانا هو الوري لحضراتكم، الميداليه الذهبيه كله معانا هنا في الاستوديو. كابتن محمود اجي مع حضرتك، يعني في جهد بيبذل في الريشه الطائره وفي تخطيط بيبذل في هذا المجال او هذه اللعبه، خلينا ناخد يعني خط ونبتدي من بعده. باريس 2020 طوكيو 2020 اللي اتلعبت 2021 خلصناها، عايز اتكلم بقى من هذا التاريخ الى الان، ايه اللي حصل واشتركنا في ايه وكان التخطيط ازاي وقعدت وقلت ايه مع الاتحاد؟ احنا حطينا برنامج مع الاتحاد المصري لشط الطايره، وكان استاذ محمد كمال في الفتره دي هو اللي ماسك الاتحاد، نائب رئيس الاتحاد حاليا مع دكتور علي حسب الله، وحطينا بلان كبيره ان احنا لازم نرفع من الرانك الدولي بتاع اللعيبه بتاعتنا، وكانوا هما في الفتره دي كان اللاعب ادم حاتم وضحى هاني ونور احمد يسري، وكان معانا كابتن احمد صلاح في المرحله دي، وابتدينا عملنا لهم تجارب، والحمد لله قدرنا ان احنا نرتقي بالرانك الدولي بتاعهم، وصلنا ان احنا دخلنا جوه الخمسين بالنسبه للميكس دبلز ادهم وضحى، وصلنا اول افريقيا ادهم، ووصلنا اول افريقيا ضحى، ووصلنا تاني افريقيا نور، ما شاء الله. وبعد كده طيب احنا كنا قبل كده فين؟ عشان برضو انا دايما احب اعمل كومباريزون ما بين احنا دلوقتي وصلنا اهو ما شاء الله، وخدنا حتى وحضرتك موجود خدنا اول بحيره المتوسط، اول ميداليه، اول ميداليه في بحيره المتوسط اللعبه دي بحيره المتوسط في الجزائر، واللي جابتها ضحى صح؟ ضحى. لا انا مذاكر كويس، بس المهم إيه كنا فين وبقينا فين عشان الساده المشاهدين يبقوا حاسين بالجهد اللي اتبذل. قبل انجازاتنا دي كنا فين؟ كنا كام افريقيا مثلا؟ يعني احنا كنا يعني احنا 2017 احنا خدنا البطوله دي في جنوب افريقيا. ممتاز. سليم. بعديها احنا يعني بعدنا شويه عن المستوى الافريقي، وبعد كده رجعنا تاني في 21 بعد ما حطينا البلان وخدنا تاني بطوله افريقيا سنه 21. ممتاز سليم. يعني الميكس بعدنا 17 كنا فوق و 2020 خدنا بطوله، عندنا حاجه اسمها تيم ايفنت ابر وتوماس كاب، البنات لوحدها والولاد لوحدها، خدنا في 2020 اللي هي اتلعبت يوم 2020 قبل الكورونا على طول، خدنا اول بنات وتاهلنا لكاس العالم. ممتاز. بالنسبه لافريقيا وكانت المجموعه كانت بتضم هادي حسني طبعا ابل موجوده حاليا، وكانت ضحى وكانت نور وكانت معاهم رحمه العدوي، دي المجموعه اللي كسبت في 2020 وطلعت كاس عالم. وطلعت كاس عالم. ممتاز. جينا بعديها عملنا احلال وتجديد لمنتخب البنات، لان كانت هادي اعتزلت بعد طوكيو 2021 وهي لعبت اخر بطوله ليها في طوكيو. نعم. بعديها اعتزلت وابتدينا نعمل منتخب جديد
للبنات، وقدرنا في 2022 ان احنا ناخد نفس البطوله بجيل جديد. تمام. في 2022 في اوغندا السنه اللي فاتت، فبراير السنه اللي فاتت خدنا يعني الكيرف طالع تاني البنات، خدنا تاني اول، وخدنا وسيطرنا في البطوله دي على معظم الميداليات. خدنا في البنات اول، وخدنا في الرجال تاني، وخدنا في الفرديات اول تاني تالت فردي بنات، وبعد كده خدنا تالت فردي رجاله، وخدنا تاني زوجي رجاله كان موجود في احمد صلاح، وكان موجود في البطوله اللي قبليها في النسخه اللي قبليها في 2021 كان ادهم اول واحمد صلاح كان تاني. طب خلينا نقف عند 2022 عشان يعني ناخد الخطوه العاديه، بس اجي لك يا كابتن احمد. انت الله اكبر شاركت في كل الايفنتات اللي فاتت دي كلها، الحمد لله. شايف الدنيا ايه؟ انت برضو انا باخد رايك كلاعب، يعني انت طبعا كابتن الفريق وليك جزء اداري كمان مع الـ مع, الـ مع اكيد مع المدير الفني، ولكن انا بكلمك من رؤيه لاعب. شايف ان احنا الدنيا ماشيه للاحسن؟ شايف ان احنا نقدر نروح لنقطه ابعد بالشغل ده؟ هو زي ما حضرتك بتقول، يعني لو حطينا اللاين زي ما حضرتك بتقول من طوكيو 21، لا في بروجريس بيحصل، بالذات بيبان في اللعيبه الجديده اللي بتخش المنتخب. يعني في 2021 احنا كان معانا ناشئه، كانت معايا انا مع حضرتك هي جلال هشام، كانت يعني اصغر لعيبه في البطوله وواخده اول افريقيا ما شاء الله. فانا فاكر دلوقتي في الولاد في عندنا محمود منتصر وكريم عزت، كان من اصغر اللاعبين في البطوله شباب، كم سنه؟ 19 و20. الله اكبر، يعني في جيل جديد اهو. بالظبط، معايا انا وادهم موجودين واخدين بطوله افريقيا، فلما يتحط له في السي في ان هو بطل افريقيا في الوقت ده 19 سنه، ففي بروجريس بيحصل على اللعيبه الناشئين اللي طالعه. الحاجه الثانيه لما نوصل للرانك بتاعنا، ان احنا الحمد لله الميكس دبل بتاعنا محافظين عليه ان هو ال 50 على العالم، دي حاجه كويسه. الفردي البنات ضحى الاول على افريقيا، احنا محافظين عليه. طب ضحى على الرانك العالمي اخبارها ايه مثلا؟ ال 105 او 103. طب يعني بيزيد هو ده اللي انا عايزه، ان احنا بناخد الخطوه اللي جايه ان هي تكسر ال 100 وتخش جوه التوب 100. توب 100. نور ماشيه بخطى ما شاء الله عليها، نور يسري. نور يسري ناشئه يعني جميله. انا اتوقع ان نور يسري ما شاء الله، لا يعني هتوصل ابعد من كده. نور 2003 19 اكبر 20 سنه بالظبط، بتتكلم في اعمار سنيه صغيره. ده اللي احنا بنتكلم عليه، البروجرس اللي حضرتك بتقول عليه من بعد 21. عندنا منتخب موجود الخبره مع الشباب مع الناشئين، سواء انا الموكل بيتقال عليا بقى الخبره يعني بالظبط، معايا ادهم مازال محتفظ على مستواه في التوب فورم بتاعته دلوقتي ما شاء الله، عندنا مع الناشئين بتوعنا سواء محمود او كريم اللي هو احنا بنعدهم اللي هو خلاص ما فيش ناشئين بقى، انت بتكبر انت دلوقتي انت بطل افريقيا خلاص، ما يعني ما فيش بقى ان احنا لسه واخد بقى خبره عشان محتاج اربع خمس بطولات عشان اخد لا خلاص، انت دلوقتي انت راجل بطل افريقيا. نعم. اتاهلنا من البطوله اللي فاتت، ربنا كرمنا بعد ما خدنا اول بصعوبه بالغه عن البطوله اللي فاتت، الموضوع مختلف تماما، كانت اصعب وحافظنا اصعب بمراحل يعني كتير 15 دوله موجودة. دي الميداليه الذهب دي، يعني انا مش عايز اقول لحضرتك ان دي صعبه جدا يا جماعه، انا بس عايز دي ذهب بطوله افريقيا اللي كانت، انا معلش هفضل ماسكها شويه كده لغايه ما تظبطوها، دي اللي خدناها في جنوب افريقيا مظبوط بالظبط، دي بس ميداليه شياكه قوي بصراحه، وده هنا انا كنت احب الميداليات قوي، انا يعني حتى وانا صغير كنت اخد الميداليات، كنت اقعد ابص في الميداليه كده بحس انها هي دي اللي بتدي الفخامه، النتيجه هي دي النتيجه بتدي فخامه للبطوله. يعني بصوا يا جماعه، دي الذهب منتخب الريشه الطائره بطوله افريقيا اللي فاتت اتعملت في جنوب افريقيا، دي الميداليه بتاعتها. ايوه شكرا، نجيبها كده شويه، ايوه، ونشوف الناحيه الثانيه عليها قاره افريقيا، حاجه شياكه يعني مجهود يعني كابتن احمد. الميداليه شياك. عايز اقول لحضرتك ان دي بالنسبه لي انا كشخص يمكن من اعظم البطولات اللي انا جبتها. دي من اعظم طبعا مع الفريق يعني فعلا لصعوبه مستوى البطوله صعب، المستوى كان عالي جدا، وكل المنتخبات كانت عامله معسكرات في ماليزيا ومعسكرين في بلادهم، وجايبين خبراء كمان من بره، يعني مثلا منتخب موريشيوس كان جايب خبير من بره من ماليزيا بيمرنهم، وفي منتخب اوغندا كان معسكر، منتخب الجزائر اسمع كله قاعد فرنسا، ومنتخب منتخب الجزائر كله فرنساوي من بره، دي حقيقه. ومنتخب الجنوب معسكرين معسكر دايم، ولعبوا ثلاث بطولات دوليه قبل البطوله دي، كانت صعبه، كانت صعبه جدا يعني، كانت صعبه جدا. عايز اقول لك ان انت يا كابتن حتى يعني خليتنا يعني انا نفسي كنت متخيل انها بطوله سهله، معلش بس كلامكم دلوقتي، لا انتوا خدتوها من بق الاسد، دي حقيقه. احنا يعني ان احنا نكسب الجنوب في الجنوب ده كان ماتش صعب جدا،
بس خلص 3-2 تقريبا. خلص 3-1 واحنا كنا مقدرين الحمد لله، يعني كان في توفيق طبعا عند ربنا سبحانه وتعالى، بس الحمد لله احنا كنا قاريين اللعيبه بتاعتهم كويس وعارفين احنا نقدر نكسبهم فين. لعيبه جداد ولا قدام؟ اللعيبه بتوعهم هم بيجهزوا الفرقه دي من 2017. يعني اعمارهم زينا ولا اعمارهم؟ لا اكبر مننا شويه. بس هم يعني بقى لهم حوالي 5 سنين بيجهزوا الفرقه دي، وهم وصلوا التوب فورم بتاعهم في السنه دي. الماتش كان جامد قوي يعني. الماتش كان يعني برضو انا خدت راي حضرتك يا جاسم كلاعيبه. الماتش كان صعب بتاع جنوب افريقيا. احنا كسبنا جنوب افريقيا في جنوب افريقيا في 2017 لما خدنا البطوله. حلو، بس بعد كده حصل لنا دروب. لحسن حظنا ان احنا لعبنا في نفس الصاله اللي احنا خدنا فيها البطوله. خدنا فيها البطوله نفس الفال. حلو. طيب الفال حلو طبعا بالنسبه لنا. يمكن دي اول جمله انا قلتها للمنتخب في اول تمرين لينا في الصاله. قلت لهم انا لما دخلت الصاله دي في جوهانسبرج، ولا كنت في جوهانسبرج 2017 كسبنا جنوب افريقيا في نفس الصاله دي وخدنا منها البطوله. كان في لعيبه من اللي بيلعبوا لعبتهم امبارح كانوا موجودين في 2017؟ اه كان في اللي هم الناشئين اللي هو كانوا بيتعدوا زي اللي صغيرين اللي هم بقى التوب فورم دلوقتي. اللي هم في التوب فورم بتاعهم دلوقتي. احنا بنحاول نمشي في نفس البروجريس ان احنا يبقى عندنا الناشئين يتحط لهم الخطه بتاعتهم اللي هم الخمس سنين. دي صور من البطوله صح يا كابتن؟ ده التتويج بتاع التتويج. السلام الوطني المصري لما اتعزف احنا على شمالنا الجزائر اللي هو في المركز الثالث. المركز الثالث على يمنا جنوب افريقيا. لا موريشيوس. لا موريشيوس هي موريشيوس مركز ثاني. موريشيوس هي اللي خرجت الجزائر. موريشيوس هي اللي خرجت الجزائر. خرجت الجزائر. وجنوب افريقيا خدت كام؟ خدت الثالث. هم هتلاقيهم جنب موريشيوس. هم هم الاثنين لابسين اخضر فعلا. حاجه عظمه بامانه يعني. ربنا يبارك لكم يعني. على يعني السلام الوطني يعزف في بطوله زي دي، والحقيقه يعني كانت غايبه من 2017. لا ربنا يوفقكم. طيب جت 2021 هي دي اللي بعد جانا على طول. ده احنا خدناها 21 وخدناها 22. 22 خدناها و 21 كانت سهله. 21 كانت سهله. كنا طالعين من كورونا وكان في لعيبه كتير ما بتتمرنش. كان في لعيبه كتير النهارده. دول جايين لك من ماليزيا وجايين لك من معسكرات من فرنسا وجايين لك من كل حته. لا هو ما كانش حد مصدق ان احنا هناخد بطوله. يعني من دور الثمانيه بعد دور المجموعات قابلنا اوغندا اللي هي كانت عامله لنا مشكله في البطوله اللي قبليها، وكانت يعني كانت طب ليه اوغندا عاملين لعبتها فين؟ اوغندا احنا كنا كسبانين البطوله قبليها 3-2. ده ماتش الفاينل. بس ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده كريم ومحمود دول الناشئين دول الشباب بتوعنا. بص 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 الحماسه. يا خبر ابيض يا خبر ابيض يا جماعه. لا قدمنا الفيديو ده يا جماعه. ده الواحد جسمه اشعر والله العظيم. ده ماتش عارف عارف اللحظه دي. بص 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 هيعمل ايه في الاعلان. بص بص مش مصدق الضغط العصبي وبتاع. يا خبر ابيض لحظه جامده. وانت ده يدل ان انتوا كانت بطوله صعبه. يعني بقول لحضرتك ده ماتش مين اللي كان في الملعب؟ كنت انا وادهم. انا هو ادهم. انت وادهم والصغيرين اللي واقفين بره. كريم ومحمود. كريم ومحمود والروح. بص 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 يا خبر ابيض. الماتش ده كان فيصل. بص بيخبط ازاي. الماتش ده الفيصل اللي رجعنا ان احنا زوج البنات ينزل يخلص الماتش. احنا لو كنا خسرنا الماتش ده كنا خسرنا البطوله. البطوله كلها. ده ماتش فاينل. كان ضد مين؟ موريشيوس. موريشيوس. موريشيوس في توتال الماتش كانوا كسبانيننا 2-1. كان 2-1 في الماتش ده. ده الماتش الفيصل. لو هم كسبوا كانوا 3-1 خلاص البطوله راحت. انت وصلت الماتش خامس. احنا وصلنا الماتش الخامس. احنا كنا خسرين الماتش الاولاني والتاني. خسرنا زوجي الميكس زوج المختلط. زوج المختلط. وخسرنا فردي الرجال. فردي الرجال دخلنا. ايوه تمام. ده في اول ماتشين يعني 2-0 عملنا ريمونتادا. بالظبط رجعتنا بقى. عشان كده بقول لحضرتك نور ما شاء الله عليها. نور رجعتنا تاني وكسبت بطلة افريقيا. فردي فردي بنات. فردي كسب. رجعتنا نور رجعتنا وكسبت كيت كانت بطلة افريقيا. بعد كده ادهم واحمد الماتش ده. وبعد كده ادهم واحمد. وبعد كده هم وقعوا بقى خلاص. يعني الماتش التالت كان بالنسبه لنا الماتش التالت. لا بس كان ضحى ونور. كان ضحى ونور. هو زوجي سيدات. هم اتكسروا. كان زوجي سيدات. يعني هم اتكسروا بعد الماتش التاني. اتكسر بعد الماتش ده اللي هو كان خلاص هو خير كسب. دي بتحصل ليه؟ انت بتاخد واحده في الثانيه نفسيا بينهار. هما فعلا انهاروا. والماتش التالت كان بالنسبه لضحى ونور كان سهل يعني خدناه بسهوله. يعني الفيديوهات دي ورت قد ايه. مش عايز اقول لحضرتك يعني لو في الفيديو ده اتعاد تاني لو في كلوز على الملعب. يعني انا وادهم. ادهم كان من الشده اول ما النقطه خلصت هو نازل يسجد في الارض. جاله كرامب في رجليه الاثنين. نام على الارض. راح فارد رجله. طب تاني يا جماعه. يعني هو قاعد لك اهو. يعني بص حضرتك هو نازل يسجد فرد على فارد رجله. جاله كرامب في رجليه الاثنين. جاله كرامب في رجليه الاثنين. لا بصوا تاني يا جماعه. دول كده هو نزل يسجد فجاله كرامب في الخلفيتين ففرد رجله وهو ساكت مش عايز يقوم السجود. مش قادر. لا هو مش عايز يرفع راسه فيعمل ايه؟ بصوا يا جماعه تاني عدوانا تاني. بص بص راح فارد رجله. طب هو قال لك انا جالي شده كده ولا ايه؟ بيقول لي انا يعني انا نازل اسجد نازل يعني رجليه شده. الاثنين جاله كرامب. جاله كرامب في رجله جامد. يا عيني بذل مجهود جامد. الماتش ده كان يمكن من اطول ماتشات في البطوله. قعد حوالي
53 دقيقه. 53 دقيقه في العاب المضرب كتير. كسبوا الشوط الاول واحنا كنا هنكسب الشوط الثاني. كنا كسبانين 20 خسرتوا الثاني 16. لا كنا كسبانين 20 16. ايوه اتعادلوا معانا 20 20 ناقص لهم نقطتين ويكسبوا البطوله. احنا خدنا النقطتين ونزلنا الشوط الثالث نفس الكلام كنا هنخسر. اتعاد حصل يعني مش المنتدى بقى هو من عند توفيق ربنا مش طبيعي. توفيق ربنا مش طبيعي. سوبر ريمونتادا مثلا نقول كده. كسبنا الماتش ده فرق الثلاث نقط. نزل بقى البنات خلصوا الماتش كان ايزي لان هم كانوا في صدمه. هم كانوا في صدمه مش طبيعيه. مدربهم ايه بقى جنسيته ايه؟ ماليزي. هم مش هتلاقي يعني اللعبه هي اساسها جنوب شرق اسيا. جنوب شرق اسيا. وهم كانوا مستحضرين لها جامد جدا بس بعون الله احنا مصريين 100% بجهاز فني مصري. وبص الحمد لله يعني الحمد لله يعني قصدي اقول ان احنا عندنا بس يا كابتن برضو انا عايز اجي لحضرتك. احنا عايزين وكان الكلام ده برضو لما كنت معايا كابتن احمد واتكلمنا فيه عايزين يعني نعمل بروجريس كمان في الرانك العالمي. يتعمل ازاي؟ ايه الطريق لكده؟ اما هو الطريق بتاعنا احنا قلنا ان احنا لازم بنعمل يعني احتكاكات دايما في معسكرات خارجيه بشكل دوري ولعب بطولات من خلال المعسكرات الداخليه والخارجيه. يعني نعمل معسكرات داخليه ومعسكرات خارجيه وبنطلع بطولات يعني دوليه. يعني محتاجين مشاركه في بطولات ناخد نقاط اكتر طبعا على المستوى الفردي وعلى مستوى الزوجي طب ده السبب اللي خليته اتنين لعيبه ادهم ونور باين صح يطلعوا من جنوب افريقيا يروحوا ادهم وضحى راحوا الثلاثه راحوا بطوله ثانيه فين؟ في اوغندا. اوغندا تمام. راحوا لعبوا بطوله في اوغندا. ده السبب اللي انتوا بعتوها ليه عشان يجمعوا نقط؟ بعدنا عشان يجمعوا نقط علشان التاهيل 2024. وهو الموضوع اصل انت المنتخب كام يا كابتن احمد؟ انتوا كام واحد؟ احنا رجال وسيدات وكله الهيصه دي كلها كام؟ يعني 12 بس الاساسي 4 و4 اللي هو 8. 8 يعني قصدي اقول ما يجوش فرقه يعني قصدي اقول البادجت ما تبقاش كبيره. يعني انت لو هتروح تلعب بطوله مثلا رجال وسيدات 8 بجهاز فني نقول 4 زيهم يا كابتن جهاز فني بدكتور بقى وبعثه كامله. يعني 12 احنا بنتكلم في يعني عدد قليل. يعني البادجت ما تبقاش محتاجه تبقى كبيره. طيب محتاج عشان تعلي الرانك تاخد بطولات. انت اول كل سنه بتجيب الاجنده بتاعت ماتشات الاتحاد الدولي كلها يا كابتن؟ طبعا بنعمل برنامج منها وبنشوف ايه اللي يناسبنا. اصل مش كل بطوله لعيبتك تقدر تخشها لان كل بطوله ليها الرانك بتاعها المعين. يعني احنا عندنا بطولات فيوتشر دي ممكن اي حد يخشها. في بعد كده انترناشونال سيريس اعلى شويه. بعد كده بطولات تشالنج. وبعد كده عندنا سوبر 100 وبعدين سوبر 300 وبعد كده عندنا سوبر 1000. ست ليفلات. ست ليفلات. كل بطوله من دول كل بطوله انت يعني بتشوف الكاتيجوري بتاع اللعيبه بتاعتك بتبتدي تخشها وبعد كده تلم نقط عشان تخش الكاتيجوري الاعلى منها وهكذا وهكذا وهكذا. طب انت يا كابتن قعدت حطيت خطه فنيه كده عرضتها على الاتحاد. احنا هنا مش عشان نقول يعني احنا هنا بنساعد عشان بس ساعات بيبقى في حرج من الكلام. حضرتك حطيت خطه فنيه انا كابتن احمد اهو انا عايزه يبقى خلال من هنا الثلاث سنين جايين في الرانك الفلاني فدي خطته وده خطته. عرضت الكلام ده على الاتحاد. احنا فعلا احنا اوريدي بيطلب مننا الخطه بتاعتنا السنويه طبعا. اللي احنا شغالين عليها حلو. وخطه 2024 يعني احنا عندنا خطتين. قعدت مع دكتور علي حسب الله رئيس الاتحاد المصري لشطة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد استاذ محمد كمال واعضاء مجلس اداره والناس المسؤوله عن المنتخب وقعدنا وعرضنا الخطتين. عندنا اتجاهين. عندنا زي ما قال احمد من شويه في عندنا خطه للشباب الصغير ان احنا بنعدهم ان هم يبقوا نعتمد عليهم في المرحله اللي جايه. ده لونج تيرم بلان. ده لونج تيرم. هنقول بقى خطه طويله الاجل. اوكي. وفي عندنا شورت بلان. اللي هي اللي احنا عندنا الهدف بتاعنا الاساسي 2024 بتاعت باريس. شغالين احنا على ثلاث لعيبه وحاطين لهم البلان بتاعتهم وحاطين لهم برنامج الماتشات بتاعتهم بحيث ان احنا عارفين ازاي هناخد النقط بتاعتهم علشان نوصل. يعني مثلا احنا عندنا الميكس دبلز لازم يبقى جوه ال 50 عشان يتأهل. عشان يتأهل. انتوا السنه اللي بالنسبة فاتت تأهلتوا ودخلتوا يعني بصعوبه. بصعوبه دخلنا بصعوبه. يعني انا فاكر اولمبياد طوكيو احنا دخلنا 50 او 49 48 49 انا فاكر لان كان في دولتين اعتذروا. بالظبط. انا فاكر قصه زي كده. فده اللي دخلنا ودخلنا فردي سيدات كان الضحى ودخلنا زوجي سيدات ضحى وهادي حسني ودخلنا ميكس دبلز كان ادهم وضحى. ده احنا مثلنا في البلان حطيتها بامانه تمام. بس هو الاتحاد ما نفسه يحقق لك كل اللي انت عايزه. ما هو المستشار محمد كمال او كابتن علي حسب الله
لا وعايزين يعني عايزين يدوا لك كل اللي انت عايزه، هل اللي حضرتك حطيته اتوافق عليه ولا كان عندك مشكله في التمويل؟ احنا الخطه دي كلها احنا رحنا عرضناها في الوزاره وقعدنا مع اللجنه الفنيه الموجوده في الوزاره. ممتاز. واتعرضت عليهم، وبعد كده بيجي لنا الدعم جزئي بعد كده من الوزاره. اه بيجي على شكل دفعات. يعني بيجي على شكل دفعات. تمام. سليم، وبننفذ البرنامج بتاعنا طبقا للخطه اللي احنا وضعناها. هل فصلوك يا كباتن؟ يعني بص خلينا نتكلم، والله مش قصدي لا ما بيحصلش فصال ولا حاجه. يعني هل بيقول لك لا طب دي مش عارف ولا ولا الوزاره؟ لا احنا دلوقتي بنشوف المنتخب بتاعنا مثلا احنا محتاجين البطوله دي ولا لا. النقط بتاعتها هتعوض. احنا لازم اللعيب بتاعنا بيبقى عنده 10 بطولات بتحسبوا له. لازم. سليم، مش كل بطولات بيلعبها، لو لعب 20 بطوله هم هتحسب له 10. فانا بنشن على 10. فلا مش موضوع 10، احنا بنلعب ممكن اكتر. اكتر. عشان نحسن ما ممكن يبقى 10. ينور عليك، العب 15 عشان اخد منه احسن 10. احسن 10. تمام. فاحنا لو عندنا بطولات وقعت مننا يعني ما حققناش فيها التارجت اللي احنا عايزينه، فبنحط بطولات بديله علشان نعوض البطولات دي. يعني قصدي اقول لك ان انت بتلاقي الدعم. بنلاقي الدعم. بتلاقي الدعم. بنلاقي بس الدعم. هو ده سؤالي من غير لف ولا دوران. لا 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 الحقيقه احنا بنلاقي الدعم اللي انت طالبه، وبنلاقي السبورت من الاتحاد ومن الوزاره، وبصراحه ما فيش تاثير. يعني اي حاجه احنا طلبناها في الفتره اللي فاتت للمجموعه 2024 شغالين يا كابتن. بص ما بيفرض كلمته على اي حد، واللعيبه اللي بتجتهد لقيناها يعني ما بيفرض كلمته على اي حد. اعتقد اللي جنب حضرتك دي هي اللي بتتكلم. بالظبط. الله ينور عليك. طب انا عايز بقى اجي لك يا كابتن، انت كلاعب بقى ومريت عصور، مريت على عصور، انت كابتن فريق وكابتن منتخب مصر بسنين، برضه بدون تزويق للسؤال، انت شايف ان احنا، انا يهمني كواحد يعني اعلام وميديا ان انا اطمن على منتخب ان احنا بناخد خطوات لقدام، شايف ان الاهتمام والرعايه والدنيا دي ماشيه للاحسن حتى لو بطيئه، بس شايفها ماشيه للاحسن؟ هي ماشيه للاحسن. بدليل زي ما حضرتك سالت كابتن محمود ان الخطه يعني زي يعني جمله حضرتك قلتها ما فيهاش فصول. ما فيهاش فصول. هي دي اللي هتوصلني. انا بقعد مع اللجنه الاولمبيه اعتمدت، بروح للوزاره اقعد يا باشا اللي انت عايزه ده، اصل انتوا البادجت بتاعكم هيبقى ايه؟ يعني كل القصه دي انا بتكلم في 5 6 مليون جنيه مثلا فانا ما بتكلمش في رقم كبير. هي بس يعني دلوقتي الارقام زادت شويه. الارقام زادت شويه بعد الزيادات اللي حصلت. بعد الزيادات هيحصل. بالظبط. لان تذاكر الطيران غليت والاقامات غليت بس ولا حاجه. ما بيحصلش في بس انا هرجع بقى. انا عايز بقى اتكلم مع كابتن احمد بس هطلع لفاصل. اتفضل. هنتكلم عن البطولات، هناخد سنه فاتت كده وانت على مستوى الشخصي شاركت في كام بطوله بس بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل نرجع نكمل كلامنا على ريشه الطائره واستعداداتهم لباريس 2024 ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن اوجه سؤالي طبعا لكابتن احمد عن المشاركات المنتخب. ناخد سنة 2022 كمثال، منتخب شارك في كام بطولة؟ طبعا بطولة افريقيا دي محسوبة معانا، دي اهم واحدة. طبعا اهم واحدة. احنا كان بداية السنة يمكن بعد الاولمبيكس كان في ادهم وضحى كان عندهم معسكر خارجي تبع الاتحاد الافريقي، يمكن كان في الدنمارك، وبعد كده راحوا رجعوا عن هنا. كان عندنا بطولات البحر المتوسط. تمام. دي كانت اول واحده احنا شاركنا فيها. يمكن حضرتك ذكرت ان احنا الحمد لله ربنا كرمنا اول ميداليه في تاريخ ريشه الطائره المصريه كانت ضحى هاني. يعني مش عايز اقول لحضرتك الميداليه دي كانت بالنسبه لنا يعني نقطه تحول. احنا عمرنا ما جبنا ميداليه في البحر المتوسط. بتبقى صعبه جدا لان احنا فيها على البحر المتوسط في الدول اللي في اوروبا من اعلى الرانكات في العالم. مش بالظبط. مش في المنطقه. لا ده في العالم فعلا. في العالم. فان احنا ناخد ميداليه يعني عندك اسبانيا، عندك فرنسا، اسبانيا فرنسا وتركيا دول من اعلى الثلاثه دول في العالم مش بس هنا. بالظبط. يعني اسبانيا فيها بطله العالم واخده الاولمبيكس وثلاثه بطله عالم. فيعني الموضوع بيبقى صعب جدا. فالدوحه دخلت خدت ميداليه الفني في كان برضه. بالظبط. كان معانا كابتن محمود. فدي كانت اول ميداليه كان ليها طعم بقى شويه ان احنا لا احنا ابتدينا نتحط على التراك مظبوط، ويمكن ابتدينا نحس بالمجهود اللي احنا عملناه. اديتكم امل. بالظبط. بعديها كان المنتخب بقى كان ليه خطه اللي هو بقى بيطعم بالشباب، وراحوا سفريه بطوله بنين. يمكن كان ادهم ومحمد مصطفى وكريم وضحى ونور. لا 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 22 عملوا برضه نتائج كويسه جدا. طلع الاتحاد اللي بعتهم ولا لا دعوه؟ الاتحاد. تمام. بعديها كان عندنا بطوله مصر الدوليه اللي مصر نظمتها من اصعب النسخ. الناس ابتدت ترجع تسافر وابتدت تلعب بطولات وقت الفريزنج. حوالي 36 دوله كانت موجوده.
فالبطوله دي كانت بطوله كبيره جدا يعني. صح. الحمد لله ربنا كرمنا بميداليه برونز. كنت انا هنقف عند بطوله مصر الدوليه بس لازم يكون معانا رئيس الاتحاد الكابتن علي حسب الله رئيس الاتحاد المصري دكتور. الدكتور كمان كابتن الدكتور علي حسب الله رئيس الاتحاد المصري ريش الطائره. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك واهلا بالساده مشاهدي قناه النادي الاهلي، القناه المحترمه، القناه العلميه، القناه التي تسعد جماهير النادي الاهلي. متشكرين يا دكتور على المقدمه دي. ده احنا اللي بنشكرك على المجهود اللي حضرتك بتبذله وباقي اعضاء الاتحاد والمنتخب سواء رجال وسيدات. ربنا يكرمكم وكملوا في المشوار كابتن. يمكن يعني انتوا عليكم عبء كبير وطمعتوا الناس اكتر واكتر في الريشه الطائره ان هي تقدر توصل بينا للعالميه، خاصه بعد ميداليه البحر الابيض المتوسط كاول ميداليه لينا في هذه البطوله الاقليميه. شايف الدنيا ماشيه ازاي يا كابتن؟ شايف يعني الامور مساعداك ان انت ممكن تطلع لقدام بهذه اللعبه؟ والله انا بحييك الاول على الاسئله الجميله بتاعتك، وبرحب اسمح لي يعني ارحب بمحمود عزت واحمد صلاح لان هم من اعمده المنتخب المصري ريش الطايره. حضرتك استاذ الاتحاد المصري ريش الطايره اسس سنه 1991 تمام. يعني يعتبر من الاتحادات الحديثه ليس له تاريخ طويل. صحيح. وبالنسبه لمقارنتي بالتاريخ والانجازات اللي حتى هذه اللحظه اعتقد ان الاتحاد ماشي في طريق سليم. طريق سليم ده بيعني استخدام الاسلوب العلمي مع كافه المستويات. نمره 2 اهتمام بالناشئين والناشئات والشباب والاجيال التي نتواعد بها. يمكن كانت طفرة الميدالية التي حققتها الريشة الطايرة ولأول مرة زي ما الكابتن قالوا في بطولة البحر الأبيض المتوسط التي تضم أعلى دول في العالم. الخطط اللي تتكلم عنها كابتن محمود عزت وأنا ببارك له على بطولة إفريقيا الحقيقة كمدير فني، ومحمود طبعا أنا عشرتي معاه فترة طويلة وهو راجل متعلم وراجل جيد جدا في اعداده، والحقيقه ما فيش خطه بيعملها الا لما بيعرضها للاتحاد، وبالتالي احنا كاتحاد مصر ريشه الطايره ملزمين ان احنا نوصل الخطه دي لوزاره الشباب والرياضه علشان يستطيع المجلس الاداره ان ياخد الدعم اللي بيكون موجود من وزاره الشباب والرياضه. الحقيقه انا بحيي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وبحيي الدكتور كمال درويش رئيس اللجنه العلميه في المجلس في وزاره الشباب والرياضه، لان اللجنه العلميه دي عليها دور مهم جدا، بتناقش الاتحادات اللي بتدي وعود لانها تحضر ميداليات. نعم. وبالتالي احنا اتناقشنا في الخطه دي مع اللجنه العلميه برئاسه الدكتور كمال درويش، وبناء على المناقشه بيقنعونا بان احنا في بطولات طبعا نروحها، في بطولات ما بنروحهاش، وبناء عليه بيبدا يحدد الدعم المادي اللي هي الوزاره بتديه للاتحاد. وبالتالي احنا الحقيقه انا بشكر مره ثانيه لان الوزاره ما بتتاخرش عننا في اي دعم طالما ان هم بيقتنعوا بالخطط. زي ما قال محمود عزت في خطط قصيره المدى وفي خطط طويله المدى. نعم. ان شاء الله احنا بنوعد ان احنا عندنا 3 لاعبين هيؤهلوا للدوره الاولمبيه 2024 في فرنسا. ان شاء الله. دكتور يمكن محتاج اسال حضرتك سؤال، يمكن في قانون الرياضه رقم 71 ل 2017 كان يعني في تعريف الهيئات الرياضيه والاتحادات انه من اول بند يمكن في البدايه خالص دور الاتحادات هي نشر اللعبه. طمني عن عدد مشاركين، يعني حضرتك قلت في بدايه كلامك يعني متفضلا قلت ان حضرتك شغال على اللعيبه الصغيره والبراعم وكده عموميه، يعني هل حضرتك لامس تغيير او استجابه من مجتمع الرياضه في زياده عدد اللاعبين واللاعبات البراعم وكمان اعضاء الجمعيه العموميه؟ والله حضرتك المشكله ان الريشه الطائره رياضه مكلفه. نمرة 1 ما فيش بطولات عالمية أو محلية أو إفريقية بتقام خارج الصالة. فمبدئيا عشان تمارس ريشة طايرة لازم يكون داخل صالة مخططة. صحيح. لأن الريشة الطايرة سهل جدا اتجاهات الهواء وتأثير الهواء عليها بيغير اتجاهاتها. صح. وبالتالي ما فيش بطولات رسمية بتلعب
خارج الصلاة. فنمرة واحد عشان تمارس لازم يكون عندك صلاة مغطى. نمرة اثنين، الأدوات الخاصة برياضة طيشة طايرة قد تكون قريبة من أدوات الخاصة برياضة التنس الأرضي. نعم. وبالتالي في مضارب عندنا بتعدي 5000 جنيه. علب الريش اللي هو تعادل الكرة في الألعاب الجماعية، ريشة اسمها الريشة، عشان كده اللعبة اسمها ريشة طايرة. فالأداة اللي احنا بنلعبها بالمضرب الريشة نفسها، علبة الريش دلوقتي اللي فيها 6 ريشات قد تصل الى 600 و700 جنيه. ده الصناعية كمان يا دكتور، الاصلي اللي بتيجي تلعب بيها المباريات اللي هي بتبقى معمولة من المواد الطبيعية اغلى من كده بكتير. ده الريش الطبيعي اللي حضرتك بتتكلم عليه. الريش الطبيعي، بس هو معلومة زي ما وصلتنا المعلومة من زمن طويل، ان الريش ده هو بيجيبوه من الوز. صح. انا ما اعرفش هل الوز ده موجود دلوقتي ولا انقرض يعني. هي المشكله مش في الوز، المشكله ازاي تصنع الريش في الوز. عايز علم تاني عشان دي بالميزان. فبقول لحضرتك الادوات بتاعه الريشه الطايره مكلفه جدا. وبالتالي عشان ادخل نادي طبعا هيبقى محتاج يحجز لي صاله ويصرف ادوات وملابس وكده، لكن يعني احنا بقدر امكاننا بنسهل الامور. صحيح. احنا كاتحاد بناخد دعم كويس جدا الحمد لله من الوزاره، وبنحاول نساعد الانديه او مراكز الشباب اللي هي بتمارس في الطريق الصحيح. صحيح. وبروح اشوف الملاعب وبشوف هل هو فعلا جدي ويشارك في نشاط الاتحاد ولا لا. احنا فعلا كنا بدانا من 61 كانت الاعداد قليله جدا، لكن انا بطمن حضرتك دلوقتي يعني لاعبين ناشئين، لاعبين ناشئات، لاعبين كبار قد يتعدوا 10,000 لاعب. برضه عدد قليل بالنسبه للعبه. الريشه الطايره بتعتبر لعبه فرديه وتعتبر ايضا لعبه جماعيه. نعم. لعبه الفرديه اللي هي فيها 5 ميداليات في الدورات الاولمبيه، فردي رجال، فردي سيدات، زوج رجال، زوج سيدات، وزوج مختلط. صحيح. 5 ميداليات، يعني قصدي اقول لك ان هو لعبه ليها 5 ميداليات، ده رقم كبير جدا. بالظبط يا فندم. فخمس ميداليات، وبالتالي دي السنجل بتاعنا. برضه في نفس الوقت بيلعب بطولات الفرق زي البطوله التي اقيمت في جنوب افريقيا منذ حوالي 20 يوم تقريبا، ومصر حصلت على المركز الاول في وجود 13 منتخب زي ما تفضل محمود عزت المدير الفني. الفرقه دي كلها بتستعد من سنوات للبطوله دي، لكن ربنا كرمنا وربنا كان واقف مع المنتخب. ده لا يقلل ان فعلا اللاعبين واللاعبات، ومن خلال برنامج حضرتك النادي الاهلي انا بتوجه بالشكر للاعيب المنتخب، وبتوجه بالشكر لمحمود عزت اللي هو المدير الفني. وانا بوعد حضرتك ان احنا ان شاء الله اول ما هنبدا نعرف ان احنا لاعبتنا تاهلوا، ماجي مع حضرتك في طبعا على الهواء. طبعا طبعا تنورنا وتشرفنا. شرف ليا حقيقه. لا شرف لينا، ابطال كبار وناس محبه لبلدها وبتشتغل من اجل رفعة اسم مصر، يشرفنا طبعا يا دكتور. وتيجي هنا وتعلن ب ب ب ب ب ب ب بوصول لاعبتنا للاولمبيات، ويبقى ده دعم احنا بنقدمه ليكوا كابطال. اشكرك. وحتى شوف الفيديو اللي حضرتك، بالرغم ان هو وقته قليل قوي، لكن شفت اللاعبين بعد النصر. لان الحقيقه لما اترفع على مصر انا كنت متابع الفريق في جنوب افريقيا، مش عايز اقول لك مباراه كل شوط متابعه وكل نقطه متابعها. اول ما انتهت المباراه ما عندكش فكره الفرحه اللي انا شخصيا كنت فيها. أكيد. لما عرفت ان علم مصر والسلام الوطني المصري اهو زي ما حضرتك عرضت على الشاشه. بالزبط. يعني واجهه مشرفه. فانا الشكر، كل الشكر للنادي الاهلي وقناة النادي الاهلي ان انتوا بتجيبوا الاتحادات اللي هي بتعمل انجاز. طبعا يا دكتور طبعا، وده وده حقكم، ده حقكم يا دكتور. الانجاز بعد الانجاز طبعًا. اطلع اقول لا، وقبل الانجاز انا ادعمك يا دكتور والله صدقني. ومش حضرتك بس، كل الاتحادات والله اللي شغاله. انا بشكرك وبحيي اسلوبك الراقي، وبحيي قناة النيل للمرة. لو قلت مليون هيبقى قليل عليها. متشكرين يا دكتور يعني، وبنشكرك على الكلام الرقيق ده. دكتور طبعا علي حسب الله رئيس الاتحاد المصري للريشه الطائره كان معانا عبر الهاتف. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ونتمنى لحضرتك واتحادك الموقر كل التوفيق. وطبعا واللعيبه طبعا المنتخب والجهاز الفني بقياده كابتن محمود عزت. يمكن اجي لك برده يا احمد، احنا وقفنا عند طبعا دكتور علي، يعني الصراحه الطاقه الايجابيه في كلامه الحقيقه خلتنا يعني
يعني نحس قد ايه الجهد المبذول. طيب خلينا نرجع للبطوله مصر الدوليه بالزبط. دي كانت هي توقفت شويه ورجعت صح ولا دي كانت اول نسخه؟ هي لا هي دي النسخه الخامسه او السادسه هي بس توقفت سنه واحده بس عشان الكورونا مش اكتر. بعد كده اتلعبت عادي جدا. دي كانت من اقوى البطولات لان هي طبعا نرجع نقول بقى موقع مصر الجغرافي اللي بيسبب ان كل البلاد تقدر تيجي. طيب مع كل البلاد تقدر تيجي يعني كل اللعيبه الجامده المصنفه عالميا هتقدر تيجي البطوله. فده بيبقى عبء علينا احنا ان بطوله في بلدنا. بس حلو هو حلو طبعا حلو احتكاك وحلو طبعا ما كمصدر للبطوله نفسها وبيدي قوه للبطوله. وفي نفس الوقت عبء علينا احنا ان احنا لازم نحقق حاجه لان ما ينفعش البطوله تبقى في بلدنا وما نحققش حاجه. طبعا الحمد لله ربنا كرمنا وجبنا ميداليه برونزيه كنت انا وادهم حاتم في زوج الرجال ما شاء الله. وكان احتكاك قوي جدا يمكن كان فيها افريقيا جدا كتير نعم. كتير مفيش مقارنه مستوى مختلف خالص مستوى مختلف تماما فعلا يعني مستوى عالمي مش مستوى قاري بقى خالص. طيب خليني بقى اجي لك يا كابتن محمود يمكن في الفاصل واحنا قاعدين بنتكلم بندردش مع بعض كنت عايز تقول حاجه عن كابتن احمد صلاح كابتن المنتخب اللي معانا في الاستوديو على فكره عشان الناس كابتن احمد صلاح معانا في الاستوديو اتفضل. هو انا كنت عايز اقول كلمه في حقه بصراحه البطوله اللي فاتت في جنوب افريقيا هو احمد صلاح تفوق على نفسه فيها للامانه يعني لان هو في الماتش بتاع دور الثمانيه في اوغندا كان بيلعب براين في الفردي وكان في الشوط الثالث كان خسران 20. لا عرفنا اللعيب اللي بيلعبه مين ما هو براين احد ابطال افريقيا احد ابطال افريقيا هو من اوغندا كان احمد صلاح يعني كان ماتشات 1-1 والشوط الثالث كان لصالح براين 20-16 وال يعني يصل شوط ماكسيم 20 كان يصل شوط بنقطه واحده بس ويكسب المباراه تاني ريمونتادا تاني اعمل فيك يا كابتن تاني. احمد ركز تركيز عالي جدا ومن نقطه ال 16 لل 20 تقريبا ما كانش ولا سامع حد ولا شايف حد غير الملعب خبر يعني بس صعبه فالموضوع كان صعب قوي كان مركز قوي 20 وجابوا 20 لعبنا على 2 ولعبنا على 2 وخد ال 22 6 نقط ورا بعض الله اكبر الله اكبر يعني بصراحه في وسط ذهول الصاله وذهول هو براين عمل ايه بعد ما خيبش نظرتي فيه يعني انا هو احمد دايما بيجيب براين يعني دايما نزلت براين فنزلت احمد مخصوص علشان طب براين اكبر ولا احمد؟ لا احمد اكبر احمد اكبر يعني براين اصغر منك براين اصغر ب 11 سنه تقريبا بص بالصلاه على النبي ما يهمناش الصلاه على النبي بص احنا هنخش اكبر منا 11 12 لا هو 11 سنه ومفروض هو لما يبتدي الوقت يعدي هو اللي يبقى انت اللي تتعب هو اللي يتعب احمد اللي يتعب مع برضه فاحمد يعني انا بحييه وبحييه على رجولته في الماتش ده وفي البطوله عموما ما شاء الله لان هو كان الدينامو بتاع المكسب لا يقلل طبعا من مجهود ادهم حاتم ادهم لعب ماتشات قويه جدا ولعب برضه ماتش حلو جدا جدا في السيمي فاينل مع جنوب افريقيا وكانت وجهه نظري في ادهم برضه مظبوطه ان هو يقدر يكسب اللعيب بتاع اسمه ايه جنوب افريقيا روبرت وايت وقدر يكسبه فعلا وجهه نظر ان هو يقدر يكسب الماتش ده وفعلا ادهم نزل كسب الماتش ده وكانت المفاجاه بقى في ماتش جنوب افريقيا نور بصراحه يعني البنت اللي كانت بتلعبها من جنوب افريقيا اللي هي جوهانيتا دي كانت بطل افريقيا ونور خسرانه منها في شهر 12 اللي فات في بطولتين في بوتسوانا وجنوب افريقيا فرق السن قد ايه؟ مش كبير يعني سنتين ثلاثه ما بينهم نور اكبر؟ لا نور اصغر ونور كانت لسه خسرانه منها مرتين في شهر 12 يعني في شهر 12 اللي فات نفسيا اللعيبه راكبه بس افريقيا راكبه عليها نفسيا الحمد لله توفيق من عند ربنا كنا اتكلمت معاها وقعدنا قبل الماتش وكان الماتشات اللي هي خسرتها كانت قريبه قوي كانت 2-1 فكان في زقه شويه وهي كانت نازله ما فكرتش في الماتشات اللي فاتت وكانت مفاجاه لكل الصاله ان هي جابت الماتش ده كسبته كام بقى؟ كسبته 2-0 2-0 ده كمان ده اكتساح في ملعبها وعلى ارضها نفسيا بس حضرتك قعدت معاها فالموضوع ما شاء الله عليها يعني هي ابهرتني انا كمدرب لان هي تفوقت برضه على نفسها زي احمد كده بالظبط نور وضحى بيلعبوا مع بعض زوجي نور وضحى ضحى ممتازه من اللاعبات الممتازه ولعبت معايا
بطوله بحر ابيض المتوسط دي كانت في 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 مستوى حلم حلم حلم، وهي صدقت واقتنعت باللي احنا نقدر نعمل، والحمد لله ربنا كان موفقنا. ولو حضرتك كان في فيديو موجود، مش عارف مش هتلحقه، ممكن تجيبوه لو موجود فعلا قدرت ان هي تحقق البطوله دي وتوصل بينا للسيمي فاينل، ولعبت ماتش فوق تاريخي بالنسبه لها يعني. طبعا ميداليه، بس احنا عشان الوقت بيعدي في 30 ثانيه، امنيه حضرتك كابتن محمود قبل ما اروح لكابتن احمد 30 ثانيه بعد اذنك. امنيتي ان احنا نوصل للعالميه، واحنا عندنا كوادر كتيره موجوده في مصر، وعندنا لعيبه كتيره قوي، وعندنا خبرات كويسه، ونقدر ان شاء الله ان احنا نوصل للعالميه لو ان احنا مشينا بالاسلوب العلمي اللي قال عليه دكتور علي حسب الله، وان احنا نقدر نوصل للمستويات العالميه. هتوصل وان شاء الله هنوصل باذن الله. ثقه فيك يا كابتن احمد. يعني اتمنى ان احنا نبقى في منصه تتويج اولمبياد، بس الله، وهيحصل ان شاء الله باذن الله. كل النجاح بيبتدي بحلم ان شاء الله، وانتوا قدها ان شاء الله. وعايز اقول لكم على حاجه، انتوا فيكم جدا من روح بلس 90 بلس 90 بتاعت النادي الاهلي. طبعا اللي انا بسمعه النهارده ده بلس 90 بتاع النادي الاهلي. يبقى 2-0 وعوض اكسب 3-2 في ماتشين، في 3، في 4. انتوا ما شاء الله روح النادي الاهلي. كابتن احمد صلاح كابتن منتخب مصر ريشه الطائره، بشكرك، نورتينا وشرفتينا. شكرا لحضرتك، ربنا يخليك. شكرا كابتن محمود عزت المدير الفني لمنتخبات الريشه الطائره بمصر، بشكرك، نورتينا وشرفتينا، وزيدي توفيقك. شكرا لحضرتك جدا، وسعداء بمقابله حضرتك. انت اللي حضرتك نورتنا بامانه. ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا النهارده، حبينا نوريكم قد ايه الجهد المبذول. رئيس الاتحاد الدكتور علي حسب الله كان معانا، شفتوا قد ايه ناس بتشتغل، ناس بتفكر، ناس بتبذل مجهود. كابتن المنتخب كابتن احمد صلاح، المدير الفني كابتن محمود عزت، الاثنين شفتوا قد ايه هم شغالين وقد ايه حلمهم يحطوا مصر قدام. كان لازم نجيبهم معانا النهارده برنامج الابطال ونعيشكم حلمهم قد ايه هم يتمنوا لمصر كل الخير. اعزائي المشاهدين، بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه، والى حلقه جديده من الابطال.